ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حابه اكلمكم على اشهر 2 كريم مرطب موجودين في الصيدليه واسعارهم اقتصاديه ومتقاربه من بعض. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش اللايك، ولو انتم لسه جداد في القناه ما تنسوش الاشتراك في القناه. يلا بينا. النهارده حابه اكلمكم على 2 كريم مرطب اللي هو شان كريم ومويست وان. ايه اللي انا حبيت ان انا اكلمكم على الاثنين دولت بالذات؟ لان النوعين دولت من الكريمات المرطبه اكتر كريمات مشهوره، وفي نفس الوقت اسعارها متقاربه جدا من بعض. يعني الكريم دوت ب 120 والكريم ده تقريبا ب 95 جنيه، والاثنين صناعتهم مصريه وموجودين في اي صيدليه. انا جربتهم هما الاثنين وحبيت ان انا اعمل لكم مقارنه ما بينهم، عشان لو حد مثلا محتار بين النوعين دولت من الكريم هيعرف انهي اللي هيناسب بشرته وانهي نوع مش هيناسب بشرته. هكلمكم بقى على كل نوع فيهم وهقول لكم على رايي فيه. اول نوع هبدا بيه اللي هو المويست وان، عشان ما عملتش ليه ريفيو قبل كده عليه. بيجي بالشكل ده، ومن جوه بيجي بانبوبه بالشكل ده. بالنسبه للمويست وان الحجم بتاعه 100 مللي، حجمه كبير مش صغير، وبيقعد فتره معاكي. دوت مخصص للبشره الجافه، في نفس الوقت برضو لو حد بشرته مختلطه بتميل للجفاف في الشتاء ممكن عادي يستخدمه، بس هو مكتوب عليه كريم مرطب عالي التركيز لمنع جفاف الجلد والمحافظه عليه. في نفس الوقت تقريبا هو للجسم والبشره برضو، مكتوب عليه اللي هو خالي من البرفيوم يعني ملوش ريحه. في نفس الوقت برضو اللي هو امتصاصه كويس سريع. شركه كاتبه المكونات بتاعته اللي هو موجود فيه الجليسرين وزيت البرافين وشمع العسل. بالنسبه للقوام بتاع الكريم دوت انا مخلصاه زي ما انتم شايفين، فمش هعرف اوريكم القوام بتاعه. هو الملمس بتاعه او الكريم من جوه تقيل مش خفيف، بس لما بيتحط على البشره البشره بتمتصه من غير ما يسيب اي اثر دهني. انا اشتريته في الفتره اللي هي ما بين الصيف والشتاء، اللي هي الفتره اللي ما كانش فيها ساقعه شديده او ما فيهاش برد شديد، او ان البشره ما تجفش في الفتره ديت جامد قوي. انا زي ما قلت لكم انا بشرتي مختلطه بتجف في الشتاء، انا استخدمته او جبته في الفتره ديت، لكن احكم لكم عليه في الفتره اللي انا جربتها فيها اللي هي ما بين الصيف والشتاء. بالنسبه بقى لاستخدامي ليه في الفتره دي كان بيرطب ترطيب كويس جدا معايا، لكن ما جربتوش حاليا في الفتره اللي هي فيها ساقعه جديدة عشان احكم عليه ترطيبه كويس ولا لا. بس زي ما قلت لكم انا لما بجيب الكريمات ما بستخدمهاش انا لوحدي، بيستخدموها هنا معايا في البيت. معايا في البيت هنا في بشرتهم جافه فاستخدموه معايا، فقالوا لي ان هو ما كانش كافي للبشره الجافه. بالنسبه للريحه بتاعت الكريم فعلا هي ما فيهاش اي برفيوم، ما فيهوش ريحه واضحه خالص لريحه اي برفان ولا اي حاجه، ملوش ريحه. فلو حد عايز اللي هو يستخدمه بقى في الصيف ممكن هيكون تقيل شويه على البشرات اللي هي بتميل للدهنيه في الصيف، لان في الصيف البشره بتعرق بزياده، فهو القوام بتاعه تقيل، فممكن هيبقى تقيل معاهم بزياده في الصيف. لكن لو هتستخدميه كبشره مختلطه او اي بشره بتجف في دخول الشتاء هيكون كويس والبشره بتمتصه على طول. السعر بتاعه 95 جنيه تقريبا، معرفش هو غلي دلوقتي ولا لا، بس هو اخر مره جبته كان ب 95 جنيه، موجود في كل الصيدليات ومتوفر في كل الصيدليات لانه اساسا الصناعه بتاعته مصريه. ده كان رايي في الكريم بتاع مويست وان. هقول لكم برده على تجربتي مع شان كريم عشان تعرفوا برده الفرق ما بينهم بالظبط، لو حد حابب اللي هو يشتري ما يحتارش وكده ويعرف ايه المناسب ليه. الكريم الثاني اللي هو شان كريم، مش شان جيل، شان كريم، وده شكله طبعا هو العبوه اطول، بس انا قصها عشان اخد البواقي بتاعتها اللي فيها. الحجم بتاعه 120 جرام. بالنسبه للكريم دوت خالي من البرابين ومخصص للبشره الجافه والحساسه، والشركه قايله عليه ان هو بيزيد من ترطيب البشره، وفي نفس الوقت فيه برو فيتامين بي 5 اللي هو البنسينول، وطبعا موجود فيه فيتامينات كتير اللي هو فيتامين اي، جوجوبا اويل، عسل، زيت خروع، زيت زيتون، الوفيرا اللي هو الصبار، وموجود فيه الكاموميل والجليسرين. الشركه قايله ان هو خالي من البرابين، فديت حاجه كويسه جدا. في مويست وان الشركه مش كاتبه ان هو خالي من البرابين ولا لا، بس موجود فيه زيت البرافين، ففي بنات ما بتحبش ان الكريمات المرطبه يكون موجود فيها زيت برافين. بالنسبه لشان كريم مش موجود فيه زيت البرافين، موجود فيه فيتامينات كتير، على عكس مويست وان موجود فيه شمع عسل وموجود فيه زيت برافين. ديت اكتر مواد هم كاتبينها، مش كاتبين المواد بتاعته بالكامل فيها، لكن هنا كاتبين كل الفيتامينات اللي موجوده فيه، عشان كده هيكون فعال في الحته اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. بالنسبه بقى لتجربتي معاه انا كنت مورياكم القوام بتاعه في الريفيو بتاعه اللي هو لوحده، لكن هو حاليا خلص خالص فمش هعرف اوريكم الكريم من جوه. القوام بتاعه تقيل نفس بالظبط مويست وان، او لما بيتحط على البشره البشره بتتشربه على طول من غير ما يسيب اي اثر دهني. بالنسبه بقى لشان كريم دوت عكس مويست وان خالص، انا استخدمته في الفتره اللي هي فيها ساقعه جامد، اللي هي الفتره بتاعت الشتاء الشديده اللي هي دخول الشتاء بالفعل، انا جبته بقى في الفتره ديت. طبعا الشركه كاتبه ان هو البشره الجافه يعني اقصى درجات الحراره في الشتاء هيكون بيرطب ترطيب كويس جدا، ده على حد كلام الشركه. فبقى لتجربتي معاه انا كبشره مختلطه ترطيبه متوسط مش كافي في الشتاء خالص، يعني انا ممكن لو كنت استخدمته في الفتره اللي استخدمت فيها مويست وان ممكن كان هيكون بيرطب كويس، لكن انا جبته في الوقت اللي هو كان فيه ساقعه جامد وشتاء جامد، والبشره بتكون في الفتره ديت جافه جدا. احكم عليه برده بالنسبه لتجربتي في الوقت دوت اللي انا اشتريته فيه، فما كانش ترطيبه معايا كافي في الفتره ديت، وزي ما قلت لكم انا بشرتي كمان مختلطه. بالنسبه برده لما استخدموه معايا هنا في البيت وبشرتهم جافه ما كانش برده
برضو ترطيبه كافي معاهم خالص. لكن لو في الصيف هيكون ممتاز جدا مع البشرة الجافة وهيوازن الترطيب معاهم. بالنسبة بقى للنقطة اللي هو كان فيها فعلا فعال عشان هو موجود فيه فيتامين كتير وفي نفس الوقت مكونات كتير، عجبني جدا انه بيدي اشراقة ونضارة للبشرة. يعني هو ما كانش كافي للترطيب بس كان بيدي نضارة واشراقة للبشرة، فعجبني في الحتة دي جدا. على عكس مويست وان كان بيعمل ترطيب بس، ما كانش بيدي نضارة ولا كان بيدي اشراقة. لكن الشان كريم بيدي اشراقة كده للبشرة ونضارة وفي نفس الوقت بيخلي البشرة صافية، فعجبني في الحتة دي. لكن كترطيبه ترطيبه مش كافي. ده كان رأيي في الكريم بتاع شام. ممكن ادي برضو مقارنة سريعة كده بالنسبة للاتنين. الاتنين القوام بتاعهم تقيل، البشرة بتتشربهم على طول من غير ما يسيبوا اي اثر دهني. ده استخدمته في الفترة اللي ما بين الصيف والشتاء فكان الترطيب بتاعه كويس. ده استخدمته في الفترة اللي هي بتاعت الشتاء الشديدة فكان الترطيب بتاعه متوسط، ما كانش ترطيبه كافي. بالنسبة لدوت فيه فيتامين كتير فبيدي نضارة واشراقة للبشرة، ده ترطيب بس ما بيدينيش نضارة ولا اشراقة، ترطيب بس. بالنسبة للاتنين، الاتنين صناعتهم مصرية موجودين في اي صيدلية. ده سعرهم 95 جنيه وده سعره 120 جنيه. ده الحجم بتاعه 100 ملي، ده الحجم بتاعه 120 جرام. بس ده كان رايي في النوعين بتوع الكريمات بتوع النهارده. حبيت ان انا اعمل لكم فيديو بيهم عشان تعرفوا مثلا هيكون ترطيبهم معاكم كويس او لا، محتارين ما بينهم مثلا وعايزين اللي انتوا تشتروا نوع فيهم وتعرفوا انهي فيهم هيكون ترطيبه كويس معاكم وانهي فيهم مش هيديكوا الترطيب المناسب. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنعمله انا واميره. مع السلامه.